دكتور، ده بالنسبة للولاد الصغيرين. بالنسبة للناس الكبار، مع الأسف بقى في اعتقاد سائد عند ناس كتير، طبعا مش هنقدر نعمم، انه بدأ يبقى فيه دايما فكرة انه النفاق، لا فلان ده لما بيقول لي كلام حلو ده بينافقني، اصل فلان ده علشان هو مثلا لسانه حلو مع الناس بشكل عام، لا ده شخص منافق. ليه بقى فيه الاعتقاد السائد ده مع انه ما كانش موجود زمان عند المصريين؟ لأن الكلام ده بقى بيحصل كتير، لأن الفعل بتاعه مش مقترن بالكلمة. إن بتلاقي بني آدم بيمدحش حاجة فيا وأنا عارفة إن هي مش كويسة، والناس اللي حواليه شايف إن هو بيقول كلام كله غلط مش موجود. فطبعا لما يقول حاجة أو يفضل يكررها كتير من غير ما هو يحط لها سبب، يعني ده عارفة اللي هو أحلى شخبطة حضرتك، رسم تخطيط لمستقبلنا. ده بقى كلام مبالغ فيه جدا. ما فبقولك طريقة الإوالة وطريقة إن أنا أعني هذه الكلمة، والكلمة بدام أنا بحترمها فدايما الواحد يطلعها باحترام. يعني إيه يطلعها باحترام؟ يعني يطلعها في موضعها عشان ما تبقاش رخيصة. الواحد دايما دايما بنقول إيه، اتكلم وقت ما كلمتك يبقى ليها أثر، فما تكلمش عمال على بطال، يبقى ما امدحش عمال على بطال، يبقى امدح الفعل اللي يستحق المديح. لو الكلمة أو المدح ده يشجع الناس ويحفز همتهم ويخليهم يشتغلوا أكتر، ما نقولها كلمة حلوة، لأن الكلمة الحلوة بتشجع، الكلمة الحلوة بتخلي البني آدم عنده حافز للعطاء وإن هو يدي. طب إيه المشكلة؟ لكن إن أنا عمال على بطال أو أمدح خصال الناس كلها اللي حواليا مضرورة منها، أو أقول خصال في اللي قدامي هي مش فيه، طب ما اللي قدامك عارف على فكرة. طيب ردود الأفعال لما حد بيبادر وبيقول كلمة طيبة، حتى التعبيرات العادية زي مثلا لما حد يجي يطلب من حد حاجة يقول له لو سمحت، فالشخص التاني يقول له لا ما اسمحش، أو مثلا ممكن تعمل لي كذا فيقول له لا مش ممكن. وقع السخرية في الحاجات البسيطة دي ساعات بيقفل الإنسان من إنه لا بيقفل الإنسان يكون إيه؟ لطيف. لا ده أنت استعمليها بقى في الشغل حضرتك، يعني تخش تقولي لمديرك طب ممكن لو سمحت تعمل كذا، يقول لك لا ما اسمحش. يعني هقول له إيه؟ هقول له خد الباب في إيدك من فضلك ما تخشليش تاني عادي يعني. لا حقيقي، لا ما هو لكل مقام مقال، مش احنا بنقول الكلمه لازم تبقى في مكانها ولازم بالطريقه اللي قدامي يستوعبها، المجال يسمح لها، البيئه يسمح لها. يعني لما اجي اهزر اعرف اهزر مع مين، ولسه قايلين مش كل حاجه عمال على بطال. وبعدين الكلمه ليها قيمه، اللي ما بيحترمش كلامه اللي قدامه لا يمكن هيحترمه. طيب لما انا اقعد بقى اهرج، واللي هي بيقولوها عشان كده قلت لك اسمها القلش، ما يقلش والله انا ما عارفه جت منين بس ماشي. محتاجين فعلا ندقق في الاصل. والله ما اعرفش قلش دي جت ازاي، بس افكر فيها اسال فيها دي. اللي عمال على بطال، اولا غير ان انت خلاص بيبقى دمك تقيل، يعني لانك مش مديه فرصه للي قدامه يكمل كلمتك، فدي بتبقى قله ذوق. او مع الاطفال كمان ممكن تجيب معاهم نتيجه عكسيه. الحاجه الثانيه ان انت لما حد بيتكلم معاكي وتفضلي تقولي له بالطريقه دي، انت بتقطعي حبل افكاره، انت بتخليه ما يركزش، متخليه حتى ما يكملش الجمله اللي هو بيقولها. يبقى ايه اللي بيحصل؟ مين اللي في الاخر يعني بيتضر؟ ما انا اللي بتضرر، لان بقفل اللي قدامي مني. يبقى هزر وابقى دمي خفيف وظريفه ولطيفه وقعدتي ظريفه، بس مش عمال على بطال. نحترم كلمتنا عشان الناس تحترمنا، الناس تبقى عايزه تسمع. وبالتالي لازم لما اقول كلام، هو ده فلان ده ليه بنحترمه وده ما بنحترموش؟ الفلان ده لما بيتكلم احنا بنسمعه ليه؟ لان اكيد هيقول حاجه مفيده، لانه اكيد هيقول حاجه لمصلحتنا. طب وهو الكلام ده كان نايم بالليل صحي الصبح الناس احترمته علشان بيقول حاجه مفيده؟ لا طبعا.
ان هو دايما بيقول حاجه، دايما بيحترم الكلمه اللي هو بيقولها، دايما بيقدر عواقب الكلمه اللي هو بيقولها قبل ما يقولها. يعني ما اقولش الكلمه اقول ايه ده اللي انا قلته ده، لا اصل انا كنت منفعل، لا اصل انا كنت مشدود، لا اصل انا ما اقصدش. طب ما افكر فيها قبل ما اقولها.